أنا الالتزام دايما بتعلم بتحرك ببص لقدام بجري مش بس عشان حياتي بحب الكورة بطير بحلمي وعندي هدف متابعة أخبار الألعاب الأخرى، حيث وقع الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي في المجموعة الثانية بالدور قبل النهائي من منافسات مسابقة الدوري الممتاز. وجاء الأهلي في المجموعة الثانية بجانب فرق القناة والطيران وألعاب دمنهور، حيث يتأهل صاحب المركزين الأول والثاني إلى الدور النهائي من البطولة لتحديد المراكز من الأول إلى الثامن. جدير بالذكر أن فريق الأهلي بقيادة مديره الفني محمد مصلحي حقق الفوز في جميع مبارياته بالدور التمهيدي من المسابقة. يستأنف الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي بقيادة حمدي الصافي المدير الفني للفريق ميرانه اليوم بعد الراحة والتي حصل عليها أمس بعد فوز الفريق والذي حققه على الزمالك في إطار بطولة الدوري. ويستكمل الفريق اليوم برنامج الإعداد المكثف الذي أعده الجهاز الفني استعدادا للبطولة العربية للأندية والتي تنطلق في الفترة من 17 وحتى 22 من ديسمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي. وأكد صافي أن الجهاز الفني سيعقد عددا من المحاضرات الفنية ودراسة تقارير عن الفرق المنافسة من أجل الوقوف على الإمكانيات الفنية للفرق المنافسة واستطلاع نقاط القوة والضعف فيها. خسر الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي أمام نظيره الاتحاد في المباراة والتي جمعت الفريقين في آخر منافسات الدور التمهيدي لدوري المرتبط. وأقيمت المباراة على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية وانتهت بفوز الاتحاد بنتيجة 58-57، ولم تؤثر نتيجتها على موقف الفريق والذي تصدر المنافسات. حقق سكواش نادي الأهلي بمراحله العمرية المختلفة بقيادة ناصر زهران المدير الفني نتائج جيدة ببطولة منطقة الإسكندرية والتي أقيمت في الفترة من 17 حتى 12 من ديسمبر الجاري بمشاركة 14 نادي على مستوى الجمهورية. واستطاع لاعبو الأهلي أن يحصدوا 5 كؤوس في تلك البطولة، ونجح اللاعبان أحمد حسن وكريم مجدي في الاستحواذ على المركزين الأول والثاني، وفاز اللاعب مصطفى عسل بالمركز الأول لمرحلة 19 سنة للناشئين، وحقق اللاعب يوسف عبد الفتاح المركز الأول لمرحلة 15 سنة للناشئين، قبل أن تحصل اللاعبة نور مجاهد على المركز الثالث لمرحلة 13 سنة. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الكابتن ناصر زهران المدير الفني لسكواش الأهلي. كابتن ناصر بيك مساء الخير، ازيك يا فيروز، ومساء الخير على محطة نادي الأهلي كلها. طبعا أهلا بيك كابتن ناصر. كابتن ناصر ألف مبروك الفوز بحصد 5 كؤوس في بطولة الإسكندرية، احكي لي عن أحداث البطولة وكان إيه تقييمك للفريق؟ طبعا هي بطولة منطقة الإسكندرية أقيمت خلال فترة من 7 لغاية يوم 12 ومشاركة
937 لاعب بيمثلون 14 نادي. الحمد لله طبعا كانت نتائج لعبه النادي الاهلي جيده جدا يعني الحمد لله. وحققنا 5 كؤوس، يمكن احنا اكبر الانديه اللي حققت كؤوس مع نادي وادي دجله. دي الحمد لله الكاس شايف طفره كبيره جدا طبعا يعني خلال الموسم اللي احنا فيه دلوقتي والموسم اللي فات. الحمد لله يمكن احنا سيطره تامه على بطوله الرجال. احنا احرزنا المركز الاول والثاني احمد حسني وكريم مجدي. طبعا دي ما حصلتش بقى لها سنين ان اثنين من نادي واحد وصلوا نهائي بطوله فانتازيا اسكندريه. دي حاجه طبعا تحسب للنادي الاهلي طبعا. اكيد. 19 سنه عندنا مصطفى عسل عنده 16 سنه ودايما بيفوز ببطوله 17 و19 مع بعض. اخر بطولتين فاز بيهم 17 و19 لكن احنا كجهاز فني قلنا نريحوا نلعب فئه مرحله ثانيه واحده وهي الاعلى ويحتكوا مع ناس افضل منه او في مستواه. ومع ذلك حقق المركز الاول برضه طبعا ويمكن كسب جميع مبارياته 3-0 لم ما فيش ولا لاعب خد منه شوط. دي حاجه برضه الحمد لله تحسب لينا. 15 سنه يوسف عبد الفتاح كسب المركز الاول يعني حاليا 3 مراكز اولى الحمد لله. مركز ثاني كريم مجدي ومركز ثالث لاعب الناشئه الواعده نور مجاهد. ده انجاز الحمد لله يحسب للجهاز الفني والاداري وطبعا من يدي لرئيس مجلس اداره نادي قزمان النادي الاهلي باذن الله. كل التوفيق اكيد كابتن ناصر زهران في حصد المزيد من البطولات والمزيد من الالقاب لصالح القلعه الحمراء. شكرا جزيلا لك، كنت معي عبر الهاتف. فاصل قصير ونعود الى جوله في الملاعب العالميه.